السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم كلامكم. التعديلات الدستورية اتطبخت؟ أيوة يا معلم اتطبخت خلاص، وفي طور التجهيز للاستفتاء عليها. عارف أنت الشيف لما بيقف في المطبخ بيبقى معاه حبة مساعدين، ناس بتقطع بصل وناس بتقطع طماطم وناس بتجهز الأكل وفي ناس قبليهم بتجيب الحاجات دي من السوق. الشيف بيعمل إيه بقى؟ يلم كل ده، مع إن اللبس بتاع الشيف ما بتبقاش عليه لا نقطة طماطم ولا ريحة بصل، لأن مش دوره إنه يخش في المعمعة دي، هو دوره يعمل إيه؟ بعد ما الناس دي تتعب وتشقى يقوم لمم كل ده وطالع مقدم لك الطبق الظريف الجميل اللي شكله حلو. إن ده في الطبيخ، إنما في الدستور عفانة فوق عفانة فوق غش فوق تزوير فوق حاجات كده كلها باطلة بيتم تجهيزها وفي الآخر تطلع لك على شكل طبق حلو مليان سموم. بس قبل بقى ما الناس تبقى عارفة ايه هي التعديلات، يقوم الامن يعمل ايه؟ الامن اجبر الناس ان هي تؤيد التعديلات الدستورية. قامت الناس سألت طب نأيد ايه يا جماعة؟ قولوا لنا نأيد ايه؟ الرد كان ايه؟ انت هتسأل انت تأيد وخلاص؟ يلا انت اخرك ياض تأيد وخلاص. ياض دي بقى تتقال لمين؟ لأي مواطن مصري. وانت يا فلانة تأيدي وخلاص؟ لأي واحدة مصرية عادي جدا. انتوا تأيدوا يا شعب، انت تأيد، واحنا حلاوة العنتابلي نقرر بقى، نقرر ايه اللي انت أيدته. لو كنت عملت حاجة غلط لا مؤاخذة وتجرأت على الذات السيساوية هيكون لنا تصرف، ولو كنت بقى رحت وقلت تمام والتعديلات الدستورية مرت والدنيا زي الفل برضو ساعتها هنقرر. طب ما بيحصل فين؟ في دولة العبث. دولة العبث والقهر، الناس ما بقاش ليها حق حتى تقول رأيها في دستور هيتحكموا بيه عشرات السنين. والكارثة ما بدأتش النهاردة، الكارثة يا جماعة بدأت من وقت الانقلاب ومن وقت بيع الأرض ومن وقت قتل الناس في الشوارع وتصفيتهم في البيوت، وللأسف محدش اتكلم. لما السيسي عرف إن مفيش رد فعل وإن الشعب مات اتجرأ أكتر وبدأ يفرض عضلاته على الشعب أكتر. السيسي مش هيسيب السلطة بمزاجه ولا رجالته هيسمحوا انه يمشي من غير نزول الناس وفتحه، ووقتها ولا هينفعوا دساتير ولا هينفعوا اسلحه ولا دبابات. اصلا الاسلحه والدبابات دي بتاعت البلد والاجهزه بتاعت البلد، بس البشر اللي على شكله عبد الفتاح السيسي هم دول اللي لازم يتغيروا ولازم يتحكموا ولازم يتحطوا في محاكمات ثوريه عادله. الدستور هيبقى صوت الناس والشعب هو اللي هيحط القوانين. امتى؟ لما نثور على الظالمين. مصر ملهاش عدلة غير بثورة، مهما بقى حاولنا بقى نلف وندور الثورة هي الحل، ومهما حاولنا نهرب من الحقيقة السيسي بيجبر الشعب على سكة واحدة هي سكة الشارع. هو بيزقكم على الشارع بيقول لكم اطلعوا ثوروا وانتفضوا بكل افعاله اللي بيعملها مع الشعب. والغريبه ان الشعب لحد دلوقتي لا بيثور ولا بينتفض، مش عارف ليه. الاحتلال العسكري بالوكاله في مصر اصبح اخطر بكتير جدا من الاحتلال المباشر، وسياساته كلها بتصب في مصلحه الصهاينه. فيا اما بقى نرضى بحكم الصهاينه يا اما نحرر بلادنا من خدامينهم ومصر ترجع لاصحابها الحقيقيين. وفي الوقت ده انتوا بس اللي هتقرروا المستقبل شكله هيبقى عامل ازاي. بما ان القرار في ايد الشعب والشعب هو اللي يقرر، لازم نقرر ونقول للسيسي انت باطل وكل تصرفاتك باطلة، ويسقط حكم العسكري.